السلام عليكم متتبعين، كداير لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير. اليوم جيت نشارك معكم واحد الكوفيتير ديال الحلويات، خاص بالحلويات. هادو هما المقادير اللي عندي. عندي 2 كيلو ديال الليمون برتقال، عندي هنا كيلو ديال سنيدة حامضة معصرة. هادشي اللي عندي. بسم الله. نعصروا الليمون بعدا. غادي ندير سنيده، كيلو ديال سنيدة، هادي 2 كيلو ديال الليمون اللي عصرنا، حامضة معصرة، كنحركو مزيان. نحركو مزيان حتى كتدخل داك السنيده مع الليمون. نديرو يطيب. دابا حنا حطيناه يطيب، غادي نخليوه يطيب 30 دقيقة، عاد داك الساعة ان شاء الله نرجع معكم ونشوفو كيفاش جا. هاهو الكوفيتين بعد ما خليناه 30 دقيقة كيطيب. ملي تكونو كطيبوه مخصكمش تغطيو الطنجرة هكا، ديرولو غير بحال هاد الشكل، لأن إلا غطيتوه غير كتغلي كيطلع كيفيض. من الأحسن يبقى هكذا يطيب بحال هاد الشكل هذا، ويكون قليل بزاف العافيه، تكون قليله بزاف. هذا هو الكوفيتير ديالنا، ها هو دابا طاب. هانتوما كي كتشوفوا هو خفيف بزاف، ما غاديش يبان الشكل ديالو حتى يبرد مزيان، عاد غادي يبان الشكل. واحد الكوفيتير كنديروا به الحلوه خاص بالحلويات، يعني ما كيمشيش مع الدهن مع الخبز ولا شي حاجه، غير الحلوه فقط. ان شاء الله غادي نخليوه حتى يبرد ونطلقوا. هذا هو الشكل النهائي ديال الكوفيتير ديالنا بعد ما برد، خليته حتى برد مزيان باش عاد كيعطينا الشكل اللي بغينا. هانتوما كيجي زوين خفيف، حسن ديال المحلات، نقدروا نخدموا بها اي حلوه حتى جيناها كتدخل فيها الكوفيتير نخدموه بها. من الاحسن نديروا شي حاجه بيدينا. هانتوما ها هذا هو الكوفيتير ديال الحلويات. وبالنسبه لهاد القرعه هكذا كتشوفوا انا قلبتها هكذا، هذا الا بغيتوا تحتفظوا بها تخليوها من 12 ساعه حتى 24 ساعه هكذا ما تبات هكا مقلوبه، كتقدروا داك الساعه ما غاديش تخسر، غادي تحتفظوا بها لمده طويله بلا ما تخسر لكم، ما كيدخلش ليها الهواء بهذاك الطريقه هكذا، كتزير النفس فيها ما كتدخلش فيها الهواء، تقدروا تحتفظوا بها غير في الثلاجه لتحت. اما هذا بالنسبه لهذا اللي هنا، الا بغيتوا تخبعوه في المجمد غادي ديروا في طاسة ديال البلاستيك وتغطيوها بالسلوفان مزيان، تخلوها في المجمد مدة طويلة ما غاديش يخسر معاكم. وقت ما بغيتو ديرو شي حلوة ولا هادي تجبدوه وتعاودو تصوبو بها، غير تجبدوه قبل بنص ساعة. صافي هذا هو الكوفيتير ديالنا، ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم الطريقة ديالي، وتبقاو صوبوه في الدار حسن ليكم تشريوه. هذا راه كيطلع زوين وبنين ونقي حسن من ديال نشريوه من المحلات. خليتكم على خير وشكرا.